رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب الطهارة. قال المصنف رحمه الله: يشترط لدفع الحدث والنجس ماء مطلق. كتاب الطهارة الكتاب حق اللقظة وحلقوا إلى هذا الجمع والضم ومنه الكتيبة وعيدا كله أذيك سيده وحنا معناها لوغو بحيي أبواب فربضان وكها ليس طهارة أي ميشان لوغو سورورية ولوغو جمعية طهارة وحالي هذا النظافة حق اللقضة النظافة عن الأقدار والأجناس وحيابها قشن كأه إن لسكن نظيفيه أي لوغو إلى هذا حق شرعي وحالي هذا فعل ما يستباح به الصلاة فعل الله إيمان يسيد ومرك أن تمادينا صلاة ويكون بنانا نيسو أما فعل كها هذا ويسو أما ها هذا بوريسي فعل أنت أن تمادين صلاة ويكون بنانا نيسو كأي الليل هذا إمام النووي يسوي حقوق تعريفيي رفع حدث أو إزالة نجس أو ما في حكمهما ما في معناهما وعلى صورتهما وحل وحل إلى هذا نظافة طهارة إن حدث لا إسكو كريالو حدث كو حلو جدا ويسدي يقويسكي وحيابها صورة وحدث واي وأنا أمر اعتباري هو إن دهن لأننا كواركين إنكو حدث أمر اعتباري يقوم بالأعضاء حيث لا مرخص وحل يا وحل ذيك حبناها كون عين لكن أي إنه اعتبار كسو قاضي إنه يتشيرو لكن إن لها قاعدة نقوش ذي لي حس كعجب منه إله بينه وعده صدي أو ما في معناهما وعلى صورتهما وحلوا شيء ذا وحي أن مركا حدث لسك كريال يا أن هين يعني كان سلا لسك ما يريه سيدا ويسدا عصبوني سين تاء مركا الحبين مركا صدح هذا يا مركا الله والله نقيه متكون ده حبها درفع مشيلان وشيء لسك صناعه بورايسيغ او كاله رفع حدث ما سميني حدث ما كرياله نجاسنا لو قوم سولينايو لكن في معنى الرفع بقضاء او استباحه الصلاه ايا كو جيرته صلاه لو بنيسنيا على القول الراجح عند الشافعيه نجس كن واينو ايمانيا شيء مستقدر كا ايا لي هذا حق لقد شرعنا واحد يقول المستقدر يمنع من صحه الصلاه وينو سو سوداي ظهرت الشريعة على الإسلام كأذ أيه إنه جبر على الجسي وأنا لين تعلي سيء إن النظافة قاضي النوع ولذلك يا رسول كحولي صلى الله عليه وسلم الطهارة شطر الإيمان إن الطهارة قاتي النظافة وام إيمانك كلا برك إلهي نوح الشيء إنه تعلي هيدتك الطهارة قاته إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين رسول كان أمر بالجسي إن جبا وثيابك فطهر بركة طهر بالين ظهر هذا ما هو تميد معنوية وها هو إن ما أرت حقد هي حسد كي يقرن ككفقاتي أما ها هو تميد حسي ولو شيء ذو تعبنا يسين أو إن وحي وسخ ضاي يعني جسد اللي سكفقة يلا ما ضرب بابك وشو قليان محاب باب كان لو سوهر مريء أو لو جهر رئيسي أبوابتا وحينا نعلن رحمة الله عليهم رسولك صلى الله عليه وسلم مركو إسلام ككهل يأركان تيسه وحو شيغي بني الاسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه شهادتين كا وحا كخيغي اوغو هريي صلاه ان لا اوغو صلاه لا خوجيو لا سوبخو شهاده ان لا اله الا الله كتب تنفيقي كتب ان هين با لو خاصيس ايدا او توحيد كتب توحيد لا اله الا الله عقائد با سي غار لوغا هادلي marka meeshan looga ma baahan ayaga intii kale marka maxaa ugu horeeya salaad baa ugu horeysa salaadana lama geli karo ilaa dahaaran la helo
يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم يعني مركا دونت صلاة إن آدي وحاكوه الرأي قبيسي ويسوع ياكوه الرئيس لا صلاة لمن لا وضوء له نما ويسي يظهر قبين صلاة بالوقوة بها نما بلبا وحاق سب نقطة مركا صلاة ما دام الشرط شروط صلاة دعيتها ويسدي إن إيضا مركا الله مريه كدبنا صلاة دي الوحجسيه باب المياه باب كوباد وحشيخ كوب اللاوي أو طهارة بيئة أيو كوب اللاوي محايا لبيه هو أصل مركي نظافة لغاها اللي مركي نظافة لغاها اللي وحو حلو الظهريان لغو نظيفية وبيئة كيغا أصل إلهي نوحو إلي سبحانه وتعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا سمد إلهي وحو حايدين كسو دجيني بيئة أو طاهر أو نفتو طاهر مطهرنا هو إذن كإذن طهيرا يا محايا لفظك الطهور وحا عمد إلى معنه سوح حبارسن يهي وشي نفتي سنة طاهر وحكى لنا طهيرا يا وحا الدليل وآه قرآن كو إشتغى إسفصيرا إلهي وحي سبحانه وتعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به إلهي سمد وحي إذن كسو دجيا ليلبيو لماذا؟ محايا لسو دجيا وحلو سدجي إن لا إذن كل طهيرة أو لا إذن كل نظيفية مركة آية دان طهور كإنه حمبار سنتها هاي طهير نما سيدة دعا يإنه وح نظيفين يسو آية دان كالعيا معنى هذا تسين يسا رسولكنا صلى الله عليه وسلم ننك أعرابي قاها ومساجد كوكا شيء وحو يدعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء فرها انتان كقادان كاذا ما يشكو كاتشي وذان بي أكرش بايدينك marka biyuhu inay wax tahirayaan oo nadiifinayaan asal la yihiin ayadka iyo xadiista ayaa dalil u ah waana arin mujmaa oo culimada islaamka oo dhan waxay ku ijmaaceen in biyaha wax lagu tahirayo yushtaradu li raf'i al hadath sheekhu wuxuu ila hadathka in la kor yeelo waxa loo shartiyaa iyo wan najas najasa in la iska kor yeelo ma um biya ayaa loo shartiyaa بيها سو مطلق لا إطلاقي حدث وكان كسو هذا لي أو أن لي لغة وحلي شيء حادث أو عصب أو يمد لكن حق شرعي وحن لي وأمر اعتباري أو حبناها كرنا عيا أو أتكسو قاضي سيد واحد شراء صلاة دنا لا أنت أن لقيلي كرين نجس وحن لي ومستقدر شرعي أنا وحلو يقنا شيء مستقدر أو صلاة كودي ذي هذا نجس قو صلاة لما أقولين أتقشد حيث لا مرخص مر والبوح راعينا أن حيث لا مرخص وحن وجدنا مر مربع واحد عيسى هذا حدث كي قوى هي أذى والنجاسة إن الصلاة دي إسك جش ومحاكي لمركان رخصة مركان هاي ستة وحكم إذا قف كي مستحاضة ذا قوي مستحاضة ذا هاي يدو النجاسة قبتا أو حيث كي كسر الصلاة دي إسك جليسة قف كي سال سبول كا سو كا إذا كسر عطوس الصلاة دي إسك جليا رخصة على ده مركا حيث لا مرخص مركا قيد كا وحلا وقت على جلدت كا إني شو قالان ماء مطلق وحال إلى هذا الخالي عن القيد أو عن الصفة الإضافة بيؤون وح إضافة وذنين وح قيدنا أن الله شيئنا اللي يلوى بيؤون مقعال سيئي كواسا اللو تشيدا خالي عن القيد مركان لأنها إضافة وحا كوبا حي بيؤ هذا قيد وطانا وحا لوحر وحان الماء وردي ماء الزهرة ماء دافق كواسا لن بيؤ ماءها كل قد سميك دحوان كو إضافة إني midalba waxba u tiirinay biyo maaha kuwa loo jeedo waxa la rabaa in aad jeedo waxa waa maxay waa biyo biyaha noocaas ah kuwaas lagu dahirinaya wayaqaw alayhi ismul ma'i bila qayd sheekhu isaga tacriifiyay ma mutlaq waxa la yiraahdaa buu yiri ma yaqaw alayhi ismul ma' magaca biyo la yiraahdo wixii uu ku dhaco بلا قيد سواء وح قيد لا سعنن سيدا ما أورد أو كلا وح قيد سواء وذن كايا وح لذا ماء مطلق فالمتغير بمستغن عنه كزعفران تغيرا يمنع إطلاق اسم الماء غير طهور وحن كصوب حني نوع كوباد وبيها نوع كوباد وح لذا بي طاهر ونفتي سطاهر مظاهرنا لغيره أو وحكة الظاهرية بيها وحن الوحلو يقانا ماء مطلق بعلى الهواء بيء وحلو يقانا أو أن وحكة له
oo khalday uusan jirin. Nooca labaad oo biyaha ka mid ah waxaa la yidhaahdaa maaun daahir, biyo daahir ah laakiin oo gayru mudahir, naftooda waa daahir laakiin waxba ma dahiraan. Biyahaasi waa biyahee, biyaha daahirka naftooda laakiin waxba aan dahirin, waa almutagayir, waa biyaha ku doorsoomay bimustaqnin canhu, shay ay ka kaaftoomaan, shay aysan u baahnayn ayaa bedelay. Bimustaqnin canhu markaan leenahay waxaa halkaa ku baxaya hadday ku doorsoomeen sida inoo iman doonta waxaysan ka maarmin, taasi dhib ma leh. Ciiddii ay soo marayeen baa bedeshay midabkoodii, dhib ma leh. Geedkii iyo maartay dhulkii ay deganaayeen biyuhu ay ku fadhiyeen ayaa madoobeeyey, dhib ma leh kaasi tagayulkaasi. Laakiin shay aysan u baahnayn bur baa ku dartay, bur miyay biyo u baahan yihiin, waa maya. Caanaa ku dartay, uma baahna biyo. Zacfaraan baa ku dartay, waxaasoo dhan hadday ku dhacaan biyihii midabkoodii ama urtoodii ama dhadhankoodiina isbedelo, biyahaasi naftoodi waa daahir. Maxaa yeelay waa daahirun laaqaa daahir, waa shay daahir ahaa oo haddana la kulmay shay kaloo daahir ah. Fakaana daahiran, wuxuu ku nijaasooba lama haya markaa. Laakiin wax ma lagu dahiri karaa oo wax ma nadiifin karaa maya. Maxaa yeelay magaci aynu isu ogeyn oo maa uu mudlaq ahaa la dhihi maayo waxaa la leeyahay waa barax waaye, waxaa la leeyahay waa qoosh, waxaa la leeyahay waa biyo zacfaraana. Magaci marka idaafadii baa gashay, hadda magaci waa ka baxay. Kazacfaraanin sida zacfaraanka oo kale tagayuran, laakiin waxaa la rabaa doorsoon oo yamnacu diidaya idlaaqa isma almaa'i. Doorsoonku waa inuu yahay mid magacii biyaha aan lagu idlaaqi karin. Tusaale ahaan xoogaa yaroo haddii lagu daro caanaha biyaha, laakiin markii saa aad u fiirisay war waxaas waa maxay, waa biyo la dhahayo ama wax yaroo buraa lagu daray. Markii la fiiriyana waxaa la leeyahay meesha waxaa ku jira waa biyo, xoogaa saabuunaa gaadhay, laakiin markii la arko waxaa la leeyahay waxa meesha ku jira waa biyo. Mar haddii magacii biyo ay wataan waa daahir weeye, waana mudahir. Laakiin markuu magacaasi isbedelo oo la yidhaahdo biyahan wasakh waaye, bas waaye, magacaasi waa tegey. Biyahan waa qoosh waaye, magacii waa tegey. Waa barax weeye, magacii waa tegey. Inay daahir yihiin biyahan maxaa daliil u ah? Inay daahir yihiin waxaa daliil u ah rasuulka sallallahu calayhi wasalam biyo uu ku weysaystay oo weysadiisii ka soo hadhay oo biyihii oo ahaa uu isku soo dhaqay. Jaabir ibn cabdillaahi radiallahu canhu oo xanuunsanaya ayuu ku shubay. Wajhu dalaala marka min alxadiis, xadiiska maxaa xaggee buu inaga tusinayaa? Hadday biyahani nijaasoobayaan rasuulku nijaasaha biyaabir kuma shubeen. Weysada ka timid oo rasuulka ka soo baxday mutaqayirka, hadday nijaaso tahay jaabir laguma shubeen. Taasi marka waxay daliil u tahay inay daahir yihiin. Xagga caqligana, biyahani waa biyo la kulmay shay daahir ah. Shay laba shay oo daahir hadday kulmaan dee ma nijaasoobi karaan? Macquul waaye arrintaasina. Marka waa daahir biyahaasi. Culimmaduna waa ku ijmaaceen biyahaasi inay daahir yihiin. Waxaa kuu soo hadhay waxba ma dahirayaan baan yidhi, maxaa daliilu inaysan waxba dahiraynin oo biyaha mustacmalka aan waxba lagu dahiraynin? Waxaa daliilu ah rasuulku wuxuu yidhi sallallahu calayhi wasalam, biyihii raakidka ahaa, laa yabuulanna axadukum fi lmaai daa'imi thuma yaqtasilu min aw yaqtasilu fiihi aw kamaa qaal. Wuxuu rasuulku sallallahu calayhi wasalam, biyo fadhiya intaa u timaadid ha ku kaajin, oo haddana kadib biyaha ha ku weysaysanin oo ha ku qabaysanin. Maxaa yeelay biyihii markaa waxay isu bedeleen, daahir bay ahaayeen. Nijaasadan adiga kugu timid ayaa waxay ka dhigtay kaadidan aad ku kaaday waxa loo diidayo wax kale ma aha. Biyahana la diidayaa duhuuryadoodii inaad ka qaadid oo daahirka ay ahaayeen aad ka siibtid. Waxaa kale oo Imaamu Nawawi uu daliishaday uu leeyahay rasuulka sallallahu calayhi wasalam iyo asxaabta ridwaanullaahi calayhim maraaxil badan baa soo maray, baahi badan bay biyaha u qabeen. Marar waxaa jirta oon iyo baahi badan biyaha loo qabay, haddana weligood ma aysan dhicin biyihii ay ku weysaysteen oo wasakhda ahaa iyo biyo kale oo wax lagu dardaray oo qashin iyo qoosh ah, marna ma aysan dhicin inay ku weysaystaan. Wax kale marka ugama tegine biyahani waxbaysan dahiraynin, saasaa looga tegay. A'imada qaybo ka mid ah ayaa waxay qabaan iyagu waa dahirayaan, laakiin qowlkaa waa qowlka madhabkaanini. Imaam Abi Daawuud ayaa wax cajiiba halkan shaaficiyadu uga soo raraan, biyaha waxaan idhi oo fadhiya yaan lagu kaajin. Marka waxay ka soo naqliyeen
wax dhiba male isagu uma arkay inay weysay iyo waxaa diidayaan. Wuxuu yidhi haddii biyaha aadan ku kaajin ee koob aad ku soo kaadiday, kadibna biyihii aad ku soo kaadiday koobka aad ku shubto biyaha waa ku weysaysan kartaa, laakiin haddaad ku kaadidid kuma weysaysan kartid, haddii aad ku xaartidna wuxuu yidhi waa ku weysaysan kartaa. Maxaa yeelay xaarka laguma sheegin lafdiga. Walidaalika ayaa culimmadu ijmaaca markuu khilaafo iyo aaraadiisa labadaba meelbay iska dhigeen, maxaa yeelay lafdi qallalan buu qaadanayaa bay dhaheen, wax macno oo uu ka dhadhaminayaana ma jiraan. walaa yaduru tagayurun, ma dhibaya buu yidhi sheekhu tagayur, oo laa yamnacu aan diidayna alisma magaca. tagayurka hadduu iska yariya waa kaan soo sheegnay oo magacii weli uu joogo ma diidayo. halka waxaa inooga cad xukunka biyahan inay daahir yihiin, waxaana dahirayaan xukunkaasi waxaa cillo u ah ismulmaa, magaca biyo la yidhaahdo. walidaalika yaduuru maca dawraanihi, alxukmu yaduuru maca cilati wujuudan wacadaman. markii waxaan waa biyo la yidhaahdo waa biyahaas waa lagu daahiran karaa, markii leh waxaan biyo ma ana xukunkii waa la waayayaa. walaa mutagayirun bimukhdin wadiinin waduxlabin, walaa yaduru dhibi mahayo mutagayirun biyo doorsoomay bimukhdin meesha oo muddo ay fadhiyeen wax dhiba male oo magacii ma bedelayo, watiinin biyo dhooba soo maray oo dhoobaday soo mareen la dhoobooday biyaha dhoobada ana ama calowga ah ayaguna wax dhiba male, waa daahir mudahira, waana waxnay dahirayaan, waa biyo caadiya. waduxlabun qashinkii iyo geedaha caleentoodii baa ku soo daatay markaasay biyihii isdabedeleenoo cagaar noqdeen, ayadana wax dhiba u keeni mayso. maxaa dhacay arrimahaasoo dhan? waa arrimo aysan macquul ahayn in biyaha laga ilaaliyo. marka wixii aysan biyaha laga ilaalin karin waa mima tacumu biha albalwa, yacni waxyaabaha qofka oo kayru mutacadirka, waxaan jeedaa kayru muxtarasga, oo aan marra la iska ilaalin karin waxaa ka dhalanaya cusri. qawaacidka fiqigana waxaa ka mid a almashaqatu tajlibu ataysiir, wax kasta oo culays keenaya waa la fududaynayaa, maadaama ashyaadan marka biyaha aan laga ilaalin karin mima tacumu biha albalwaana ay tahay wax dhiba male, waa la isu fasaxay. wamaa fii maqarihi wamamarih, waxaa sida oo kale lamid a oo biyaha aan waxba yeelaynin wixii meeshii biyuhu ay ku jireen ku jira, ama wixii meeshay soo marayeen ku jira, oo labadaba ah. biyihii waxay soo mareen meel cusbalay soo mareen, waxba yeeli mayso. waxay soo mareen meel xoogaa ma aragtay intii lagu daadiyey waxyaabahan la dhaho asalka iyo geedaha lagu sameeyey midabkeedu xoogaa yar bedelay, wax dhiba male. mar haddii meeshii biyuhu ay fadhiyeen waxaan ku yaallo madowgaan ama caddaan ama nooc raba ahaadee, wax dhiba male. meel nuurad laga qoday biyihii soo mareen sidii nuuradda u caddaadeen, wax dhiba male. wakada waxaa la mida mutaqayirun, biyo doorsoomay ayaa iyaguna aan dhib lahayn bimujaawirin, shay daris la ah ayay ku doorsoomeen, kacuudin waaba bahalkan cuudka la yidhaahdo, iyo waduhnin subaga, aw amase bituraabin, ciid ayay ku doorsoomeen oo duriixa fiihi lagu tuuray fil adhari sida wadaahirka ah. wuxuu sida oo kale magacii biyaha mutlaqa ahaa waxaan dhib u geysanaynin haddii biyuhu ay doorsoomaan oo ay ku doorsoomaan waxyaabahan cadarka oo udgoonka ah, unsi baa biyaha agtoodii la dhigay, markaasa biyihiiba unsi cadar bay iska soo urayaan. cuudka aslan qoriga caadiga la dhahaa, qorigan caadiga oo laakiin uraya cuudka loo yaqaano waa, inagu cuud baan idhahnaa. waxyaabaha marka uraya ayaa biyihii la agdhigay, biyihii way soo ureen. urtaasi ma aha ur biyaha ku dhex jirta, ee waa ur darisla oo ku soo neefsatay, wax dhiba male, maxaa yeelay waa shay khaarij min almaa. waxaa la mida subag baa biyihii ama dufan ama saliid baa lagu shubay, saliiddu biyaha ma dhex gashay, way dul hayhaabaysaa. saa intaa iska kala tiraada biyahaaga iska darsanaysa, wax dhib male, maxaa yeelay daris bay la tahay, biyihii ma aysan dhex gelin oo ma bedelin, islamarkaana shay daahir ay ahaydoo biyaha wax dhiba uma geysanayso. waxaa la mida ciid lagu tuuray, ciid lagu tuuray waxaan u leenahay ciid ay soo mareen biyuhu waa soo sheegna, waxaan iyagu dhiba male, waa allah ugu talagalay, adaa intaas kiish ciida soo qaadatay baa biyihii ku shubtay, markaasay biyihii isbedeleen. asalna waxaan soo sheegnay wixii biyuhu ay ka maarmaan inuu biyaha hadday dooriyaan biyahaasi ay noqonayaan daahir kayru mudahira. ciidda marka iyada waxaan idhi sida adharka ah daahir bay ahaanayaan. adharka waxaa ka soo jeeda qowl kale oo odhanaya iyadi iyo zacfaraankii waa isku mid, oo mar haddaad gacantaada ku shubtay bur bay la mid tahay, oo daahir kayru mudahir bay noqonayaan.
لكن قولك الراجح وظاهر محو يا فرق أو دحية وملها دقائق ضاه وحي العلوم فرق أو دحية بيه عيدو أيضا أصل وظاهرته لكن وحيابا أنك أصر ما وحل قدها رقاته لكن عيد والقدها رقاته فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهور المسلم التراب ما لم يجد الماء رواية غارق وحي وإن لم يجد الماء 10 سنين 8 سنة حتى يسم به لنا عيد أيا وحضه رئيسا وأنا حديث صحيح وايه إمام نووي غير كبا صحيحي. إذن عيد وشيء وحضهرة ما كشيء وحضهرة شيء وحضهرة دي اللي قصي الدري هذا اللي بدو ضبو وناقم بيسكينن اللي بدو ظاهر بأهاين وحده بملة حاجة ظهورية ده اللي بدو مثل بحبو ظهير يشري مركزات درت عيد ولا جسور هي بيا ويكره وحكرها المشمس بيها القرحي أي يجون كراها خوف البرس أيضا اللي جبق يو برس خوفك إنه كردعه وقيل وحال ليلي برس ما هي تعبدا إلهي الدرتي أي معركتي ليس قدي ذي أو شيء شرعي والمختار سيد الله الدورت أنه لا يكره. إمام النووي رحمه الله مسألة عن اختيارات كيسة كميتان بيها نوعي صدحات بها هذا نقلينا وحنك صبحنا بيها ظاهرة نفط هذا ظاهرة وحنا ظاهرة وماء مطلق بيه أو نفتو الظاهر ولكن وحبه عن ظاهرين وبيها الدور صومي شيء كفتو ماكو دور صومي بيه وحاجر نفتو الظاهر أه لكن إن لقد هارقت أي كراهته بيها سوى محي وبيها كل لاضي وحنا الشرط عند الشافعية بيها مك كل لان يان ماشاء أي شوكان إن يتأي وضم كل سيد بوسع سوكله وحنا كل الشرط يا إن بيها إن كل لاضين أو بيل نقدين أو كل الكي وكل دعي وحنا كل الشرط يا إنه ويل معدن كتيران أو ويل شان لطمية وحيلين علوم الصوفت أودي ذي إنه ويل كمعدن كأ وحكسوا قايا لبين بحكسوا قايسا لبين تانا وحلي هدي أو لما رصدوا شركة أو كبيهم كل الله لما رصدوا بيها كل بلبين تكسوا صارية برص با أيكين إسم حي لبين تاس شركة أي مالها دل دل إلا ضاع بأودي إسم كدي من شركة وشرنا يا وركاس الدليل وا وحكروا له الدليل شذا حديث ضعيف وعائشة ورنيسه وإلى الرسول كي يوحي لي يا حميرة إن عائشة يقولها هي لا تغتسل بالماء المشمس بها أقول هكو يسنسن هكو قبيسن حديث كي يوحي وري بها غير كي إمام الشافعي في الأم لكن وضعيف ويحبك مجران وحكروا أي دليل شذين أثر ابن عمر عبد الله ابن عمر أيا يسقون كراها سذين بها وحنين لأجل ما أرتي برس يجرد درت يدبان أكراهي سنيا شافعي يا إسيقنا وري بيها قلبة ووريين أثر كاس أثر كنا وضعيف. إذن بيها ومشمس كا ما دام أدلة كسو عرورتو لن عن الوضعيف وحا صوحر إكليا عافي ما دهان دادك ما دي بيان دختر بأباهن تاي إلا إيهادنا واحد دختره يربيها وحوية برس بألقا قادة لما هايو هذه مركة دليل سيح وشرعي اللواي دليل معقول أو اللي فهم كرنا اللواي تام عن هذا وحوى يبيه أصل كودي أي كباقة هانا يعني حي لي الأصل في الماء الطهارة بيه وح أصله إن الظاهريين وحنا دليل وأنزل من السماء ما أنطهورا إلهي بشيء إن مرك أصل كي لجن نقلية دليل بأبان تاعي واحد دليل وشرع على ما هيو واحد ضرر هو أي كين يان أضيب بأنا على ما هيو صدرت قولك الراجح ومختار كان عند الإمام النووي واختيارات كيسة إمام النووي وقدري بيهان وبيه طاهرة وأنا مطهر وحكراها أنا متشران وحا متفق عند العلماء هذه بركد وبيئة يكون كل هذا يقول نسان لبلهين أيضا مفصلة في الاختيارات أي كترتان والمستعمل بيها لاستعمالي في فرض الطهارة قيل ونفلها غير ظهور في الجديد إن حق على شرعيه أيا في عنيد بيها ظاهر كان مظاهر كوردان لنا عنك وضع لقنو شيخ قسمي لباد أي إنو سعيلي ومستعمل كها وبيه ظاهر هدنا لكن أن مطهر أهين وحلو المستعمل
بيها لا استعمالي في فرض الطهارة طهارة فرض لغو كريالي وحدث لغو كريالي قيل ونفلها وحال يسونهن والمذة غير ظهور بياء وحظهرين ويفي الجديد قول كجديد كإمام النووي وحكى سؤال جيدا قول كقديم كأوران يبيها سوى طاهر وي بيها سوى بيو طاهر جديد كوحو هايستاء الذي أنصوش يقني أو أهيد بيها مستعمل كأين يسن ظاهر كأهين ظاهين حسيدها الحديث كي جابر أين الظاهر يهين بدليل يهي حديث تي كلا يمعقول كي كلا نصوش يقنينا إن غير مظاهر أيهين أي دليل أطاي فرض الطهارة لكن محبوكة شيدا هي نفلها وحال ليس ويدي بيهان أولا استعمالي إن لو ظاهرنا إن قررني لكن حكمة كتير تمحي تاي هي علّة هي سبب تلو دي ديو وحال السبب توحوي بيهان عبادة الوجودي مر هذه عبادة الوجودينا عبادة كلا لما أقولين الوجودي وحال أركي وحياب عبادة الوجودي واحدة بالعين ما هو حال يدي فرض بالوجودي ما دام فرض الوجودينا فرض الله هذه الوجود لما أقولا مركز صدق قول أيها كتيرة إن لا إله سبب تبيها أن لو دي ذي مر لبعض إن لقوه يسيس أما مر لبعض إن لقوه قبي السوحة لو دي ذي عبادة الوقت يدان لها عبادة الوقت وحسوه سقل يا ويسيدي واجب كهيد يا ويسيدي سنة هاي لبا دبا محايا لبا دبا وعبادة حدانو إن لحنا فرض الطهارة أي الوقت وحاميشا كبا حيا قيل كان سنة ها سنوحي سنة عدب مالي لكن هذه ويسي واجب كو قدتين فيها أن وحويا مر لبا تكمو ويسيسين كرتين أما هذا قبيس سنة أكو قبيستي أما ويسدي ما يدقي اللباد يكيس الدحادي أكو ما يدتي أيضا وكو ويسي سنكرتا قول كاس أنا راجع عند الشافعية غير ظهور بيها سوى طاهر لأنه لا يستعمل في الخبث وهو الأصح بيها لغم ما يدك روحيابها نجاسة فإن جمع هذه اللبادية وفبلغ قلتين فظهور في الأصح كالنجس بيه مستعمل كها وان صوش يجني وان لي إن لقو ظهارة قاتل ما أقولا لكن نفط هذا ظاهر يا واحد سميسي بيه فربضا أم باكر دكتي كدي بنا قلتين بيجارين واحد تغير أنا مشيران ونجاسة مرحبا بيه واحد تغير أي سنشيرين قلتين أي جارين بيه سوى بيه ظاهرة محايل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث بيه واحد لبقى مقاذان يوح نجاسة وحان الدليل أبو جدي سيدا بيها نجاسة مركي اللبضياء يظاهر وبان بيكو أن مركي اللبضياء ظاهر بأول بواء هاي يعني ظهور بإسو بدليا قول كلو حليه هاي ما يلما أقوله ولقو صدادي أهانيا محايا لي لأن وصف الاستعمال لا يزول أرنت أهيد بيهان إني بيه مستعمل أيهين ولقو ضحال الرحيا بيهان وبيه ووسخ على الرحيا مركو وسخ دا أروريسين وحفاهي ذو كسو كر ليسا مجران هل كان وحن ربا وحيا لنكو إشارة وحوايا دان بسوع سبونا دي بيه وسخ دا إلا قفايدس أدونك وهر مري بيه مركب الله عليها يقشن كها أدونك وحلا سمين يا ميل بالله سمين يا توباء مران كدبنا وحلا سمين يا بركد وين بانتي لا سمين يا لقوة شوية وحلا على واحد مقال هذا مسؤول كصوب هذا يوسخ ميل بالو أورورنا يا هانجرا كلنا توباء وين بسوا هذا حدا وضن كنا بيا الآن بعدونك كجرتة وحلا سمين بيه نوعها وسخ لها بمر لبعض انتي للنظيفية وقشن كلا قصاري oo dawo lagu dilay ayaa mar labaad magaaladii dib loogu soo celiyay oo biyo looga dhigay waa masaa'ilka waxa kamidii masjidka oo xilligan cusub yimid biyahaasi markii man biyo daahira soo biyo nijaasa illa qashin baa laga soo saaray hadayno qabana ala alqawl alazhar biyahaasi waa biyo daahira waaye maxay leey wuxuu yiri sheekhu fa in jumi'a wa fa balagha qullatayn fa dhahurun fil asahi hadii biyo intii la jamciyo meel isku keeno كدبنا قلتين أي جاران بيها ظاهر بيسكو بدليان هدي أو لقسا على قشن كي أو بيان نظيفة أي سبحانه أيضا وحويان كبصي في عنبا من باب الأولى واي أي مدن أغلب كودو
qowlka ayay rajaxayaan, maxaa yeelay biyaha waxaa diidaya in lagu weysaysto waxa imaa nijaase inay tahay iyo wasaq u taalla, labadii midna ma jiraan. Hadda biyahan waa biyo nadiifa waay, laakiin ma la cabbi karaa? Inaan la cabbin baa fiican, saasay culimmadu dhaheen. Maxaa yeelay naftu waa diidaysaa. Walaa tanajusu qollataani lmaai bimulaaqati najasin. Wuxuu yihi sheekhu raximahullah, biyuhu haddii ay qollataan gaadhaan, walaa tanjus, ma nijaasoobayaan qollataa almaa, biyaha laba qollatayn gaadhay, bimulaaqaati najasin, nijaasaa ku dhacday darteed lama nijaasoobayaan. Maxaa yeelay rasuulka ayaa wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam, idaa balaqa almaau qollatayni lam yanjus. Abu daawuud ayaa xadiiskaa wariyey. Riwaayad kale waxay ahayd lam yaxmil ilkhabath, hadday biyuhu qollatayn gaadhaan ma nijaasoobaan, wax xumaan iyo qashinna ma qaadaan. Xadiidka marka daahirkiisa oo naska ah wuxuuna tusinayaa in biyaha qollateynka gaadha aysan nijaasoobaynin. Xadiiskuna waa xadiis saxiixa oo xufaadii ay saxiix yeeleen. Mafhuumu lmukhaalafa xadiiska waxaan ka fahmaynaa cagsigiisana, hadday qollatayn biyuhu ka yaraadaan inay nijaasoobayaan, maadaama oo la yidhi biyuhu qollatayn hadday gaadhaan ma nijaasoobayaan, taa macnaheedu waxa weeye wixii qollatayn ka yar waa nijaasoobayaan. Walidaalika ayaa imaamu shaafici xadiiskan ayuu deliisaday raximahullah, wuxuuna yidhi xadiiskan iyo xadiiskii bi'ri budaaca waxaan ku jamcinaynaa in biyuhu hadday badan yihiinna aysan nijaasoobaynin, sida xadiiska bi'ri budaaca iyo xadiiskanba uu faa'idinaya manduuqiisu, haddii ay biyuhu yar yihiinna oo intaa ka yar yihiinna ay nijaasoobayaan. Fain khayyarahu, marka hadduu doorsooma ka waran, biyihii qollatayn waa ka badan yihiin laakiin nijaasadii waa bedeshay, xisan buu u doorsoomay si aad arkaysid, aw taqdiiran, taqdiir buu u doorsoomay, fa najasun, labadaba nijaas weeye bil ijmaac. Biyihii haddii ay doorsoomaan faraha badnaa oo midabkoodii isbedelo ama dhadhankoodii isbedelo ama urtoodii ay isbedesho, shay nijaase ana ay isku bedeshay, biyahaasi waa nijaase weeye, maxaa yeelay waa calaamad muujinaysa nijaasadii meesha ina ka soo daahirtay. Xadiiskan ayaana daliilu ah shadriga dambe oo xadiiskii bi'r budaaca, wuxuu rasuulku sala allahu calayhi wasalam, almaau dahuurun laa yunajisuhu shay, biyuhu wuxuu yidhi almaau dahuur, biyuhu waa daahir mudahirna ah, laa yunajisuhu shay, wax nijaaseyn kara ma jiraan. Shadriga dambe xadiiska wuxuu ahaa ilaa maa gayara lownahu aw dacmahu aw riixa. Xadiiska shadriga koowaad waa saxiix mutafaqa, almaau dahuurun laa yunajisuhu shay, intaasi waa saxiix, laakiin inta dambe biitifaaqi lculamaa waa daciif, oo lownka iyo midabka iyo urta. Laakiin wuxuu leeyahay imaamu tarmidi, ajmacuu cala alcamali bihi, intaa in lagu camal falo culimmadu dhan waa ku ijmaaceen. Saa darteed ijmaacu lumma, biyuhu hadday doorsoomaan, biyaha doorsoomay nijaase ay ku doorsoomaan, biyahaasi waxa weeyaan biyo nijaas ah. Marka xadiiskan daciifka hadda kumayna camal falin, maxaan ku camal falay? Ijmaacan ku camal falaynaa. Fa in zaala taghayyuruhu binafsi, wixii nijaasada ahaabaa nafteeda isaga baaba'dayba, aw bimaa'in, biyo kale lagu badiyey ayay ku daahiroobeen, dahara, waa daahiroobayaa. Maxaa yeelay waa lizawaali najas, nijaasadii baa meesha ka baxday. Biyihii nijaasada ahaa oo mutaqayirka ahaa ayaa xoolihii laga celiyey, dadka balliyada iyo kacabbaa yaqaana iyo meelaha dhishaamaha waaweyn, xoolihii markii laga celiyey dabayl baa ku dhacday ama qorax baa ku dhacday, biyihii intay dabayshii marta ay kala degeen baa waxaa u timi subaxii biyihii shalay urayey oo nadiif ah oo xareed ah oo wax ura aan lahayn oo macaan, shalayna ajay ahaayeen. Biyahaasi waa daahir weeye, maxaa yeelay naftooday u daahiroobeen, sida khamradu hadday nafteeda u daahirooda ay daahir u tahay, kuwaana waa daahir weeye. Wahaada biitifaaqi lculamaa, culimmadu dhan waa isku waafaqsan yihiin. Waxaa la mid a haddaan inagu gacanteenna ku daahirinno oo waxaan samaynay, waxaan ku shubnay biyo fara badan oo kalaan ku shubnay, saan uga wada faa'idaysanno, waa isbedeleen oo waa daahiroobeen, iyadana waa daahir biitifaaqi lculamaa. Waxaa kaloo culimmadu ay isku khilaafeen, ma lagu daahiri karaa haddii qayb laga dhuro oo markaa ay macaanaadaan?
ama ma lagu dahiri karaa inaan ciide iyo ciid iyo nuurad iyo waxyaabaha intaan ku shubno sida hadda aanhaddaan sheegayna oo aan lahayn adduunka hadda waa la sameeyaa dawa lagu shubayaa wixii waa la qasayaa dawadaasi way kala macaanaynaysaa kadibna biyaha macaanna qaar baa loo saaraya qashinna qaar baa loo saarayaa qowlka saxiixa cinda shaaficiya nuuradda iyo ciidda haddii lagu shubo oo aysaa ku daahiroobeen ku kala degaan ayaana daahir bay noqonaysaa aw amase bimiskin buu ku daahiroobay iyo wazacfaraanin falaa haddii wuxuu yidhi laakiin cadar lagu daro biyihii qarmuunaa la udgooneeyo ama ma ahe bahal biyihii way madoobaayeen markaasaa zacfaraan lagu daro midabkoodiiba waa la bedelay maya markaan laba ogola oo maxaa dhacay haddee urtii ma tegine urtii waan qarinay annagaa qarino cadar baan ku qarinay midabkiina ma tegine annagaa qarino zacfaraan baan ku qarinay kaa marka waxa weeyaan waa khiyaamo waay khiyaamadan lama ogola ma ilaahay baa la sirayaa lianna adaahira ansaahu satra daahirkii waxa weeye waxaa qariyey waxyaabihii qashinka ah oo la saaray a'imada shaafiyada qayb ka mid a waxay yidhaahdeen maya waa daahiroobayaan laakiin qowlka raajaxa waa midka matriga ku yaal wakadaa turaabun wajas fi ladhar ciidda iyo nuuradduna waxay la mid yihiin zacfaraankay la mid yihiin maxaa yeelay labaduba takdiir bay samaynayaan midabkii bay bedelayaan laakiin waxaan idhi qowlkaas qowlka ka soo horjeeda ayaa ka raajaxsan oo odhanaya biyahaasi labadaa way ku daahiroobayaan maxaa yeelay biyahaasi saafi bay noqonayaan midabkii iyo wixiina hoos buu degayaan wa duunahumaa yanjusu bilmulaqaat wixii qollateyn ka yar biyo qollateyn ka yar ayaa waxaa la kulantay nijaaso mar biyo qollateyn ka yar hadday nijaaso kulmaan biyahaas nijaaso weeye maxaa daliilu ah waxaa daliilu ah almaau idaa balaqa almaau qollateyni lam yanjus hadday biyuhu qollateyn gaaraan ma nijaasoobayaan idaa lam yabluq marka maxaa jira mafhuumu lmukhaalafa idaa lam yabluq yanjus waaye saas darteed waa nijaase biyahaan fain balaqahumaa bimaa'in biyo kale hadduu qollateyn ku gaadho walaa taqayura bihi wax doorsoomayna uusan jirin fa tahuurun daahir weeye baaldi biyo aada haysatay nijaasaa ku dhacday biyihii mar hadday nijaaso ku dhacdo oo ay yar yihiin waa nijaasoobayaan gar iyo gardarraba ama ha doorsoomaan amaysa doorsoomin waa cinda shaaficiya waxaad samaystay foostaa ku dhex shubtay baaldiga waa loo baahan yahay daahir bay isu bedelayaan maxaa yeelay biyihii hadda waa bateen marka waxa weeye rag boqol gaadha iyo biyo qollateyn gaadha midna nijaas ma aqbalay dhahan soomaalidu biyahan marka hadda maanta qollateyn ba gaadha nijaase ma aqbalayaan fain balaqa bimaa'in laa taqayura bihi doorsoona uusan jirin fa tahuurun weeye maxaa yeelay nijaasadii meesha waa ka baxday imaamu maalik isagu wuxuu leeyahay raxmatullaahi calayhi biyuhu mar haddaan midabkoodii doorsoomin ama dhadhankoodii ama urtoodu nijaase kasta hadday ku dhacdo biyahaasi waa daahir waaye wuxuuna deliishanayaa adiladii faraha badnayd oo ahayd biyuhu inay daahir yihiin oo maa u mutlaq weeye maxaa yeelay biyaha wuxuu leeyahay markii la arko waxaa la leeyahay waa biyo magacii biyaha waa ku taagan yahay wax taqayurana ma jiraan imaamu nawowi marka wuxuu leeyahay qowlka iyaga aqwaasha ugu xoog badan oo ah qollateyn inay biyuhu ku nijaasoobayaan laakiin inta kale qowlka maalik baa soo raaca haddii aad adilada aada ugu fiirsatidna qowlka maalik waa qowl qawi a waaye waxaana rajaxay maalikiyada shaaficiyada ibnu mundir qowlkaa ayuu rajaxay rawyaanina qowlkaa ayuu rajaxay rag kale oo shaaficiyada oo muxaqiqiinana waa rajaxeen falow kuuhira wuxuu yidhi haddii la badiyo biiraadi dahuurin biyihii waxaa lagu badiyey biyo daahira kor looga shubay falam yabluqhumaa mana uusan gaadhin qollateyn lam yadhur biyahaasi ma daahiroobayaan biyihii qollateynka ka yaraa oo baaldiga ahaa baaldi kale ayaan kor uga shubnay oo waxaan rabnaa inaan maydhno biyahaasi ma maydhmi karaan mise ma maydhmi karaan maya biyahaasi ma maydhmi karaan maxaa yeelay biyo lama maydho biyuhu ma daahiroobayaan waa masaa'ilka khilaafiga ah marka biyo in lama maydhi karo maydhis laguma daahirayn karo min hunaa baaldigii biyaha hadduu kaa nijaasoobo lama daahirin karo waa inaad sidiisa marka isaga daysaa waxaana ka ratimaya laguma weysaysan karo lama iibin karo maxaa yeelay waa shay nijaase ah hal sifo keliya la ogolyahay sifaadkan soo sheegnaya in la badiyo biyahaas haddii la badiyo waxaan waa baaba'ayaa lam yabluqa lam yadhur wuxuu yihi liannahu maa-un qaliilun wa fiihi nijaasa waa biyo yar oo nijaase leh biyahan yaroo kalen markay ku dhacaan way isla nijaasoobayaan wa qiila waxaa la yidhi daahirun laa tahuur qowl kale wuxuu leeyahay maya biyo daahiray noqonayaan laakiin waxba ma dahirayaan
قولك هو رأيان الراجحة لأنه نجس ورد عليه الماء فظهر كثوب النجس وحلو قياس قاطي مرض هذا النجاسة هذا مركب بيها كر وغشبتد ويظاهروا بيسا لكن هذا بيها دحق لسيد يدي به وجل النجاسة بيان بيها مركب بيها كر لوغا كياني وظاهر ايان وحونا قولك أن دلشان يا حديث كي أعرابيك نك أعرابيك كاذي فرده وحلي بيه كر وغشب وظاهرين بيه وظاهريان مركب بيها بادي فريان كر مرك لوغا شو نجاسة دي وامير ميسا لكن هذا بيه من ميرمان تسألوا علينا يا ويستثنى وحلق سوريا بيا وحيابها النجاسة وهدنا أن وحن جاسينين وحلق سوريا بيا ميتة بختي ولا دم لها ديك عن لها سائل ضريرة فلا تنجس ميتة يا بختي قاسي من جاسين سماء عن وحقويا وحن صوش يقني شيء نجاسة هدو بيا لك المير بيها سمركبين نجاسو بيا waxaa marka laga soo reebaya qaacidadaas hadii waxyaabaha cayayaanka yararka oo dhig dareer aan lahayn ay biyo ku dhacaan ama caano ku dhacaan midabkoodiina aysan bedelin inaysan waxba ay kuna baxtiyaan inaysan waxba nijaaseynayn nijaasada waxaan u leenahay wax halaale wixii baxtiya waa nijaaso daqsiiba kaaga dhacay biyihii markaas u baxtiyay deen daqsiiba baxtiya waa nijaaso بختي يرها دي أو نجاسي على كل عدد بيوهن إني نجاسي وبين بقى هاي تخصي قال مركب حول النجاسين لا يهن لا بصا والله بدو ولا نجاسين لا يهن مدك وبعد رسول كا يوحي صلى الله عليه وسلم هدي تخصي وويل كن كل عفال يغمسو هدوم بيه هلا هوس اللوج اللي يليه محيا اللي لوضع بال من ذو حقوة تا سن من ذو حقوة تا دو مركب ولا دح قلنا يه وجه الدلالة وحوي علم ذو حين هذين هذا الدخسي هذا بيا دح جلي سيد مسكين ما ديسي هذا وين من ورانا يا وهم يا واد مانا يا مرك الرسول هو أو قد دخسي وين واد مانا يو ما رديهم بيه هو نجاس هو بيان وحي الدليل أطاع إنه صن دخسي جي واحد لم يدوا حمل نجاسين شافعي ذو حي لهذين دخسي هو ميد أو نجاس ميد أو أما هي هذا ما هو وين هذا لكن هو معفي مسألة ذا مسألة ذا محيته هو معفي لماذا لأنه مما تعم بها البلوى دخسي لقما إلى أن كربيها يعانها لقما إلى أن كرو وحانا صوش يقني قاعدة دي هذا المشقة تجلب تيسير وحي مشقة يعولي سكينية فضين بشريعة أقشعي لكن أي مضاك الوحي لأنه ظاهر وايا سيدي سبا نجا سبب ما بها بديك بمالي حدي مركة أكرع وحيابا وحقيا شيء قويا ما ظاهرين على المشهور قوفك مشهورك وحانا دليل على المشقة وعسر الاحتراس لأس كما إلى أن كرو مشهور كما حكى سهر جيد إن النجاسين يسو أيضا بختي هذا كلا لوقي أصغادنا وكذا وحال ماذا في قول قول نجس النجاس ولا يدركه ظرف إشاد أيس هليل أيضا دخسي وحال ماذا اللي يلي وحي النجاسة أو إن لها قال لقو قبن كرين أيضا وحدي بماله ميل أضو مرأي أيا كاذي أكتاد مرأي سيساء الله سيدو وحادر أنت كيركاغا إن وحك سوء قارين لكن دين عوال ما انتهى في سواح مسو سارويه ماشي عمال الدقى يا حقيقة دقلا مشركة رنبار دقلا ممريه رنبار دقلا متقاني ماشي درين باكو سوق قلي نجاسة نوع عاصو إش هذا أيسان قبنينين نجاسة أيضانا هذا يشركة سوق قادو ونجاسة والله با لكن سيال الله ظهير يا وحسن من نجاسين إنسا ما يوحب نجاسين ما يسمن الله ظهير يا محا نعي وحا نعي لا يمكن الاحتراز عنها الله اسكما إلا لنكرو إلهي نوحي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها قفك بن آدم كا وحان إساق أبسان أوذو لها هندوشي سلام صارين وحان أركيننا أوذو ملهدنا إسكي لالس قولك أيان الراجحة هو الذي اختاره الإمام النووي وهو اختيارات كيس أي كميتاي وحا إساق كسور جيدا وحان وانجاسو شركا أغيين يقول عدين والله با سادرتين وحال روائنا وحال الله وحا كشكيدو لنا أدغذيد مشك بأي مشكنا يقين بالوقع بحا لكن قول كان الراجح محاني لي لأن المشقة تجلب التيسير قلت وحاني لذا القول أظهر إمام النووي وحوي لقول كان ظاهر أسقى أي راجح اختيارات كسين كجرتا والجاري بيها سعودة كراكدين بيها فرياء أي لمديهين بيها أو فرياء وحاني لهذا يريهن ونجاسو بيان هذا بدن يهين من نجاسو بيان بيها سعودة ملا مدبا او هدا يريهين وان جاسوبيان هدا بدن يهين من جاسوبيان
قولك أو راجحة في المذهب بيها سوى أسكمت صادرت دوان جاسوبيان. وفي القديم قديم وحاقوسنا لا ينجس من جاسوبيو بلا تغير بيها صعد من جاسوبيان هذه صندور سومن. لبدا عن قول وقديم جديد أصل لوحة مذهبك وقديم كمر والبا قولك جديد كأي ظاهرة وقوية. لكن من حيث الدليل وحا ظاهرة وقوية قولك جديد كهذا أسقى أيون إمام النووي رجحي وظاهرة اختيارات كيسين كجرتان وما لها قولك قديم كدورتي صابت الله دورتين وحوي بيهان وجارقة ماشا هذيك توكتيد بكيرهن لكن بيه بدن واي ماشا وربوبينهن وبيير لكن وحي سايستان إلا ما لا نهاية سوتش تميان إلا ما لا نهاية نويسي سعدان وحي مركب وسخ وسوق قال مركب وكوبا بايسا وكم الميسا وانا سعونا يسا ميلا يشوكتنا لما بيقا ويتكتيبا لكن بيها فرية نجاسة مركب وإسجار يسا وبيه يرو كوبا ونجاسة صادرت تقولك الراجحة بيوها دي أي جاريهين بيها سوى طاهر وي نجاسة من نجاسين يسا يو ويرحتا صابتا نودل شرين وحوي قضبك كوبات بيها نوحو إلهي نوشي غي بيها السماء كي بيني الظاهر يهين أصل كان وحكة دورية لما هيو قلب كلابات بيه قلتين قالا نجاسة ما حنباران باليل بيها أن قلتين ويردن يهين مركي دير الكوضة لفيري بل الكوضة بكير يهين والقلتان 500 رضل بغدادية قلتين كواشن بغلو رضل بغدادية لكن حقا وعبرك ورضن يحوغا ير وبلر رضن يحوغا ودير رضن يحوغا وحوصة وحان الدليل أقولتينك إني إنت أيهين رسولك يا وحول إذا بلغ قلتين من قلال هجر لم ينجس شيء بيهو هدي قلتين قالا أو قلال هجر أم يشي هجر اللي هذا قلال كذا مركي هجر الشمضة إلى هيد الشمو ووين بأهايان مركي القياسين إنت عن النقضين وهذا تقريبا وحول إلى الأظهر لا ينجس هو 500 رضل بغدادي تقريبا سودوين في الاصح الصحيحة يعني وحن لو جيده انت اني من تحديد به وبيه انت كما بدن كان ولا بقل يخوغا بيدهان هدا انت كما بدن كران ميا مس هو تقريبي ما هو تقريبي وهي ما هي لي اسبدل يا اشياء يا ويلشو انت بدن اسو ميلك ما ودا يمادن وا سودوين هدي واحد يركه يدين هدي واحد يركه بدين كله وا اسو حكم ما هي لي فقهاد وحي ليهن ما قارب شيئا يعضى حكمه هذا أنا قلت لك لي لا بقول إيو صدن أو لا بقول إيو لواتن إن أهايين أو طبعا إسكدمان لا بقول إيو طبعا نقضان حكمك وحالسين يميشي ودويهين ما غارب الشيء يعضى حكمه والتغير المؤثر تغيرك أو وحدبايا بطاهر أو نجس أما ها هذا الشيء وحدوري شيء طاهرة أما من نجاسا ها هذا دعم وردن واللون ومذب إيو وريح أر wuxuu yiri maanta dhan waxaan soo lahayn haday biyihii doorsoomaan oo nijaasa ku doorsoomaan ama shay daahira doorsoonka macnaha loo la qabanayo waa maxay ama nijaasaha aad ama daahira ahaadee waa waxa doorin kara waa dhadhanka iyo midabka iyo urta saddexdooda waa shardi baa inay soo yimaadaan mise mid kaliya ku filan ma yahay mid kaliya ku filan maxay yeelay aw baa ku soo aroortay lafdiga xadiiska iyo aaymada alfaadooda labadaba awduna waxay faa'iideysaa muqayyara marka hal mid oo kamid hadii uu isbedelo بيها سوى حويا ونجاسوبين ولا يفترض اجتماعهما في النجس وهو إجماع إجماع الأئمة إن يكسد حذا ومن أسقوي مادان شرد معها فصل ولو اشتبه ماء طاهر بنجس اجتهد وتظهر بماء بما ظن ظهارته وحير الشيخ رحمه الله لو اشتبه حتى يسوعك هذا ماء طاهر بيطاهرة بنجس بنجاسة يا لك لقرن واي اجتهد قفك وددالي وتطهر وحونك طهارة قادن يا بما ظن بيه أملي طهارة إني طاهر يهين هذه قفك أشكيو ولما بيو أكتي سيالة من اللي يروى نجاسة والهوا من دو حالي وطاهر والهوا لكن متكو يهي لما يقان وحو سمين يا اجتهاد بو سمين يا بحاجة لاجتهاد كوا شيء شرعي أو لإنه كذي أنا أحوك على سارم اجتهاد كمر كل شيء ما دب كوا أم لا يه وعلى مذا وكو أركو أم لا يه إنه يهين ظاهر
kuwaas ku weysaysanayaan. Calaamadaha ayuuna fiirfiirinayaa nijaasada lagu garan karo. Biyaha markuu xukumo waa dhanni qaali baa la yidhaahdaa, wadhannu lghaalib yunazalu manzilat alyaqiin, shayga dhanniga markuu qaalib yahay yaqiin buu la mid yahay, waa lagu dhaqmayaa. Biyihii markuu ku dhaqmay oo sidaa u qaatay, kuwii kale waxaa sunnaa inuu daadiyo oo nijaasada u gartay. Haddii uusan daadin oo mar labaad uu isbedelo ijtihaadkiisii, ijtihaad labaad ma loo ogol yahay, oo biyahan labaad haddana uu ku ijtihaad maya looma ogola. Laba sababoodba waa loogu diidayaa. Waa mide waxaa ka dhalanaya naqdu lijtihaadi alawal, ijtihaadkii hore in la buriyey baa ka dhalanaysa. Qaacidada mutafaqaana waxay ahayd alijtihaadu laa yunqadu bilijtihaad, ra'yi ra'yi laguma buriyo, maxaa yeele waxba isma dheera. Daliilka labaad oo lagu diidayo waxaa ka dhalanaysa salaadaadii hore inaysan waxba ka jirin, jirkaagii uu nijaasoobay, maryahaagii uu nijaasoobay, arrintaasina waa cusrin weeye iyo shiddo. Walmashaqatu tajlibu taysiir. Ibnu Sureyj baa wuxuu leeyahay qowlkaa dambe waa la qaadanayaa. Laba qowl baa marka ku sugan, qowlna waa mansuus oo midka hadda aan hayno, qowlka kale oo ah waa la qaadan karaa ijtihaadka dambena waa mukharaj oo daciifka ah. Wuxuu uga qiyaas qaatay qiblada, waa ka horen usoo ishaarnay qiblada. Qofku markuu ijtihaado salaada labaad waxaa loo ogol yahay inuu mar labaad haddana ijtihaado, waa loo ogol yahay. Marka wuxuu leeyahay mar labaad ijtihaada in lagu noqdo qowlkaa kale oo imaamu shaafici baan uga qiyaas qaadanaya masalada ku takhriijinaya. Labada masale marka midalba waxaa ku sugan laba qowl, mid mukharaja iyo mid mansuus. Laakiin waxaa la yidhi warkaaga waxba kama jiraan, farqi baa u dhexeeya. Farqiga u dhexeeya waa maxay? Labadii cillo hadda aan soo sheegnay labadaba male midaas. Waa qodobka koowaad ee naqdu ijtihaadin biijtihaad kama dhalanayso. Salaadii hore waa tagtay, waqtigeedii waa la tukaday, lama soo celinaya taayada, waa la isku waafaqsan yahay biijmaaci lumma. Salaadan dambena ijtihaadkeedii iyo xukunkeeda gaar u leedahay biijmaaci lumma. Marka waxa weeye naqdi kama dhicin meesha, waa qodob. Qodobka labaad, shiddadii aan ka cararayno salaad in la soo celiyo ahayd oo weysada la iska dhaqo male meeshaani. Marka farqi baa u dhexeeya. Qiyaasun maca alfaariq waaye, qiyaasun maca alfaariqna waa manquud waaye. Wa qiila, waxaa la yidhi in qadara, hadduu awoodo, calaa daahirin biyaqiinin, biyo la hubo ood yaqiina hadduu awoodo oo daahira, falaa yajuusu, inuu ijtihaado uma banaana. Laakiin qowlka hore asaxa. Walacmaa, qofka indhahala, fil ijtihaadi, ijtihaadkii aan soo marnay, ka basiirin, mid indhaqaba ayuu la mid yahay, fil adhari, sida qawiga. Ninka indhoolka ah labada biyoodoo nijaasada iyo daahirkaa, asaguna gacmuhu taataabanayaa, sanku ku urinayaa, wuu ijtihaadaya, waa la ogol yahay, maxaa yeele intaasuu awoodaa. Aw amase maaun wa bawlun lam yajtahid cala saxiix, haddana waxaa dhacay shaki, biyo iyo kaadi ayaa ku shakiday. Waxaa lii labada awel, midna kaadi baa ku jira, midna biyo daahiraa ku jirta. Labadooduma waxaan leenahay hala ijtihaado, ma hela ijtihaadi maayo, kaadi waa iska caddahay, kulli horta waa la garanaya. Laakiin haddiiba la garan waaye xataa lama ogola, biyo iyo kaadi in la ijtihaada lama ogola. Oo markii horeba kaadidu waa nijaaso, biyihii nijaasada ah inaan ku ijtihaadno waa ogolaanee, kaadida nijaasada ah inaan ijtihaadno maxaa u diidnay? Waxaa la leeyahay waa qiyaasun maca alfaariq, farqi baa u dhexeeya, waxayna ka mid tahay daqaa'iqday ka mid tahay. Farqiga u dhexeeya waa maxay? Biyaha asalkooda waxa weeye daahir buu ahaa, saa darteed markaan ijtihaadno asal oo la ilxaaqinaya ayay haystaan. Laakiin kaadida asalkeedu muxuu ahaa? Nijaasu ahaa, asal la ilxaaqiya lama hayo. Amase maaun iyo wa bawlun buu ku shakiyey lam yajtahid cala saxiix, saxiixa waxaa ka soo horjeeda qowlka kale odhanaya waa la ijtihaadayaa oo aqwaasha daciifkaed qaadanaya. Bal wuxuu yidhi yukhlataani, labadooda waa la isku darayaa si uusan maaragtay qofkaan tayamumkii ugu xumaanin. Thumma yatayammam, kadibna waa booraysanayaa. Maxay tahay faa'iidada ku jirta labadooda in la isku daro? Faa'iidada ku jirta labadooda in la isku daro labada biyo, biyahan nijaasada ah ee waxaan ujeedaa kaadida ah iyo biyahan daahirka ah, haddii aan idhahno waan tayamumaynaa, waxaa dhacaysa qofkaa tayamumaya isagoo biyo haysta inuu tayamumay. Ilaahayna wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala, fa in lam tajiduu maa'an fatayamamuu saciidan tayiba, haddaad biyo weydaan booraysta. Ninkaana waa la hubaa inay biyo meesha yaallaan, laakiin kaadi iyo biyo buu kala saari la'yahay. Qof biyo haystana looma ogola booraysi, maadaama marka booraysi aan lagu ogolayn maxaad samaynaysaa? Labada kaadidii biyaha isku dar, hadda biyo ma haysatid marka, labadoodiiba waa nijaaso, biyo la'aan baa tahay, booraysiga hadda waa lagu ogol yahay marka. Waqiila, waxaa la yidhi
أو أمس ماء أما وحو يربي ماء ورد أيها يكشكي توضأ بكل مرة وحو كشكي بي ماء ورد وماشي يالا يبي عادي يكشكي ماء ورد ما بنان إن لقوه سيستو تفصيل كي سمايعاتكو إنه إمان دوناي بإجماع الأمة إلا أقوال شهادة مهاني لما أقلا بيها عادي أنا ولا أقول يهي هدي مركا لبضا دي أكلا قرم وإمحو سمين إياه تن إبمالي مرة وحكوه سيسنة يا لبضا ويلبو وكوه سيسنة يا محايا لواء الله هو إن مروي سيستي إلا أن لبضا ويلمذي وابيو منه وماء وردي لبضا ومركا وطاهر ماء وردي وطاهر بيها أنا وطاهر لبضا وكوه سيسنة يا توضع بكل مرة وقيل وحلي له الاجتهاد ما يقول وحاجر أرانا يا اجتهاد بولي حق بولي محايا لي بيها أن أصل كوذا ماء وردي وطاهر بوها طهور بيوسن هانيني وإذا استعمل هذه وحيره واستعماله ما بيا أيوم استعماله ظنه ملايي أنه ظاهر أراق الآخرة ككلوا الضادين يوينك سوء شارني ندبا سننمو فإن ترك وضو كتغو أو تغير ظنه مليه سيأي دور صومي لم يعمل بالثاني تحرير كقول كان وانسوه شيئين كما عمل فليو على النص سيد إمام الشافعي والنص الشيئي لكن محاك سهر جيدا قول بالتخريج وينك سوء شارني قول كلاو من سريج وتخريج كل سمية بل وحوري يتيمم وبوري سنيا بلا إعادة صلاة دان لمسو علينا في الأصحي سيدة الصحة صلاة دان لمسو علينا محايا لي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إن كان وسعي سوار وقليم إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم هدي وحل الذين أمر أنت أودا أودي السنة وقليم بل يتيمم بلا إعادة في الأصحي قولك لا يوحوليه ما هو لسو علينا يا غفكاني لكن قولك سأراجعها ولو أخبره هذا قف أشيغو بتنجيسه بيهن بتنجسه بيهن النجاسيهن قف كاسو مقبول الرواية وركيس الله أقبل أيو أو أما سكان وحو هذا فقيها وأن فقيه موافقا في المذهب مذهب كان كوافقا اعتمده وركه قاضنا أيا بيه مشي يا الله لو ذا بيه منه ونجاس بيه منه وطاهر نبا كوي مذهب حكو بيه ويبيه طاهر كاها بيها سقف هذو قف عامة أيها وحشر ده إنه يه مقبول الرواية ومقبول الرواية وحلوش هذا علمه يرأي قف كما أرتى مقبول الرواية أنا هين لو ألقى الرواية لكن عندك استوى مقبول الرواية الرواية دي سورك سلقاضي والجو أقول يه لا كافر وسبي ومجنون المير يقف كافر يسبي وحاصر نور كوزكم مشلان لكن هذو أضن كوشة قام إمرأة إسلام بكوشة تام قف إن لا كوشة كل جوا ما بقول الرواية رواية ذا ولا أقبل إياه أما ما هي نينك كوشة وين فقيه هو نينك فقيه هو فهم يا حواك لصار إياه لكن هذو يه فقيه أو مخالف حنفي أكور هذو فقيه حنفي يه وركي سلا أقبل ما يرشق محاد عاي ده أسوي ظاهر بو أركا هذا غير الشيء اللي جالس هو أركته وحلاقي يا با نينك نين مالك يا واي بيها أن مالك وحوار كان نجاسة هذا كله عضو وإن إسبدل إنه ظاهر يهين مركا هدوك إلى ظاهر وركيس أقادتي بيها هذا أكتا هذا نجاسة هاي عند شافعية أيا كله عيسى لكن قولك صحيحة وحوية هدو حتى مخالف يا وركيس وإن لغات محايا لي أصل قفك مسلم كهو عدالة أصل كنا وحوية عدم المعرفة التمويه إنه قفك حوكو قرنين واي موافقا في المذهب هدو لكن شافعي هاي أرنتها وأرن في عوى يوى وحلبة ما لهذه النشا في عوى يهي والله سبحانه وتعالى أعلم.